هبط طلع ولا يعني بدا مباراه بالضغط. منتخب الكويت سجل مبكر اضاع عده اهداف، كان ضاغط منتخبنا ايه اضاع، يقول يعني المفروض النتيجه توصل فير، اذا فير توصل خمسه. حتى هم ضيعوا ترى، هم ضغطوا، انا جايك بالكلام، هم ضغطوا في فترات، بس الثلث الاخير كان عندهم في اخطاء كثيره. طبعا الفريق لما ينهزم يضغط، فهم ضغطوا زين، لكن في الثلث الاخير كان الفينشينج مالهم مو يعني مو على المستوى الطموح. انا في النهايه اقول انطلاقه جيده انك لما تفوز على منتخب البحرين، لان نفس ظروفنا، ترى نفس ظروفنا البحرين، احنا والاخوان في البحرين نفس الظروف، ترى متغاربين في المستوى، متغاربين في المستوى والامكانيات، يعني بالامكانيات زين، اللهم هم افضل منا يمكن في 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 اشياء معينه، تنظيم يعني منظمين اكثر منا احنا، لكن يعني في في يعني ما اقدر اشبه نفسي مع قطر، ولا اقدر اشبه نفسي مع المملكه العربيه السعوديه، من الظلم، ولا حتى بالامارات. لا الحين كم اشاعات، وهذا الفوز بوبو انور اول فوز لمنتخب الكويت على البحرين من 10 سنوات. صحيح، واشكر فاروق العوضي على المعلومه هذه. صح هذا الفوز زين، اتى 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 بعد يعني فتره زمنيه كبيره يعني. نعم، يعني البحرين طافونا في مراحل، احنا خلنا احنا تدينا القائمه الخليجيه الاسيويه زين. فانت اليوم يعني انا اتمنى، وفي النهايه يا ابو شاهين يمكن اكون قسيت شويه بكلامي، لكن لا تقبل اسد الرعب، اتبع لي بكيك ولا تتبع لي ضحكك، احنا نبي المصلحه العامه، احنا نقول لك يا ابو شاهين في النهايه هذا منتخب الكويت، والله لو مهما تسوون ومهما تعملون البقاء لاسم منتخب الكويت مو للاشخاص.